ومن معرض البحرين الدولي للدفاع ينضم إلينا الزميل عبد الرحمن المدفع. مساء الخير عبد الرحمن. عبد الرحمن، ما هي أجواء اليوم الأخير من المعرض؟ نعم علي، أرحب بكم من مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث تفصلنا أقل من ساعة على اختتام فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بايدك، الذي حقق نجاحا كبيرا في استقطاب العديد من الشركات ومزودي الأسلحة من مختلف دول العالم. كما ذكرتم في التقرير السابق، فقد بلغت الشركات المشاركة في هذا المعرض أكثر من 189 شركة، بالإضافة إلى أكثر من 115 منصة لعرض المعدات العسكرية وآخر التجهيزات العسكرية على مستوى العالم. وقد ذكر لي في مقابلة حصرية العميد الركن حمد بن خليفة النعيمي، نائب قائد الحرس الملكي، بأن عدد الزوار في آخر إحصائية تلقاها قبل قليل قد فاق 9000 زائر في خلال 3 أيام لهذا المعرض، ما يؤكد كيف فاقت نسبة الزوار ما كان متوقعا من هذا المؤتمر، وهو دليل كبير على نجاح هذا المؤتمر. وكما ذكر أيضا نائب قائد الحرس الملكي بأنه تم توقيع العديد من الصفقات والتي سيتم الإعلان عنها في حينها، إما خلال هذا المعرض والمؤتمر أو بعد ذلك بأيام. الكثير من المكاسب حققتها مملكة البحرين على الصعيد السياسي والعسكري وأيضا الاستراتيجي من إقامة هذا المعرض والمؤتمر هنا في مملكة البحرين، فقد أكدت مملكة البحرين من خلال إقامة هذا المعرض والمؤتمر على أهمية التحالفات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ودورها في إحلال الأمن والاستقرار في العالم، خصوصا وأن منطقة الشرق الأوسط هي عبارة عن حزام ملتهب، يعني يتطلب توحيد وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة. كل هذه النقاط الهامة أكدوا عليها المشاركون في مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله يوم أمس ضمن معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. واليوم كما ترون نشهد إقبالا كثيفا من الزوار لحضور اليوم الأخير من هذا المعرض الذي يختتم أعماله في الساعة 4 من عصر هذا اليوم. ولله الحمد، فقد حققت البحرين، يمكننا أن نقول بالنظر إلى نسبة الزوار وما حققه المعرض والمؤتمر، بأن مملكة البحرين تمكنت من النجاح بامتياز في تنظيم وإقامة واستضافة هذا المعرض، معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017. نعم، من معرض البحرين الدولي للدفاع الزميل عبد الرحمن المدفع، شكرا جزيلا لك.